اتعشوبيني. اخبار بنت القاضي ايه يا عدنان؟ زي ما هي يا كبير، لا بتروح ولا بتيجي. طب اسمع عدنان، كل سلمان ورجالته يهملوا اللي في يدهم، لا يناموا ولا يدوقوا الزاد الا لما يلاقوا ام سليم الانصاري ولده، يدوروا عليهم من اسكندريه لاسوان في كل حته عند قرايبهم معارفهم. فاهم يا عدنان؟ حاضر يا كبير. على فكره عاكف، المكان اللي احنا فيه ده ما ينفعش للشغل اللي انت عايزه، احنا محتاجين مكان اكبر وامن، ولازم يبقى متجهز احسن من كده مليون مره لو عايز تقف على رجلك تاني. عارف يا ادهم، بس ما كانش قدامي حل تاني ساعتها. بس ما تقلقش، في مكان تاني بندور عليه، واول لما نلاقوه هننقله فيه على طول. بقول يا كبير، انا اعرف مطرح كنا بنروحوا فيه انا وابوك الله يرحمه وقت ما الدنيا كانت بتضيق علينا. مطرح واد حرام، الجن الازرق ما عرفلوش طريق جره، بس هو يلزمه شويه ترتيبات وتنظيمات كده، ولازم كمان نروح نطمن عليه نشوفوا احواله ايه. هو ما فيش حاجه في الدنيا دي بتفضل على حالها. سيبني ادور بمعرفتي على الرام، ولو لطشت معانا نبقى ننقله في المكان اللي انت بتقول عليه. احنا اللي صابرين علينا بكره صبرهم ينفد، ولو صبرهم نفد يا ويلنا كلنا. عاكف، الجبلاوي دلوقتي بقى في مشكله، يا اما يطلع منها يا اما يطلع مننا، واحنا ادينا له مهله شهر عشان يحل ازمته. مطلوب مننا دعم مجموعه ابو حمزه بالكامل، ولكل واحد فيكم تكليف في المهمه دي. بس ابو حمزه لسه في مرحله التجهيز ولسه بدري قوي عليها، وانا شايف ان وجود عاكف مهم جدا جنب ابو حمزه في المرحله اللي احنا فيها دي. احنا في انتظار مصطفى يامن لنا خط اتصالات ما بيننا وما بينهم، بس في مشكله واحده. ايه هي المشكله دي؟ سليم الأنصاري